نعم طبعا، يعني الآن أحدثك من شارع النهضة وتقريبا من المنطقة المحصورة بين تمثال النهضة وبين المسلة الموجودة أمام البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة. هذه المنطقة التي كانت تشهد الخيام وتشهد المنصة الرئيسية للنهضة وتشهد أيضا مكان إقامة وإعاشة المتظاهرين ومؤيدي الرئيس المعزول. ما تبقى الآن في هذا المكان بعض البقايا الخاصة بالأسلحة التي كانت موجودة فيها الخيام، هذه قطعة من السلاح الآلي التي احترقت وتبقت في المكان، هذه التقطنا منها الكثير بالإضافة إلى الزخيرة والخرطوش والطلقات وغيرها من الأسلحة التي كانت موجودة داخل الخيام المحترقة. في رماد الخيام عندما كانت تنقل هذه الخيام عبر الجرافات وعبر الزاحفات وجدنا هذه القطع بكثرة، أكثر من 10 قطع سلاح آلي بالإضافة إلى خرطوش وزخيرة وغير ذلك من الأمور. يعني أؤكد لك أن ميدان النهضة الآن أصبح خاليا تماما، لم يتبقى سوى بعض العناصر المسلحة الموجودة في كلية الهندسة وهم محاصرون من قبل ما زال يعني العشرة مسلحين المتواجدين في كلية الهندسة. ما زالت هناك اشتباكات ما بين عناصر الشرطية وما بين هؤلاء المسلحين محمد؟ هو ليست بالاشتباكات المباشرة ولكنها إطلاق نار من داخل الكلية على القوات، وتبادل القوات برد عليهم من خلال إطلاق النار أيضا. الموجود الآن أيضا أود أن أذكر أن المعدات النقل الثقيلة الخاصة بهيئة نظافة وتجميل من اللوادر و يعني سيارات النقل الثقيل واللوادر تقوم الآن بإزالة كل الإشغالات من الطريق وإزالة كل المعوقات التي وضعت والحواجز الإسمنتية والطوب والحواجز الخرسانية والرمال. بعد طبعا إزالة هذا تقوم المرافق بإعادة المرافق لما كانت عليه سواء كانت مياه أو كهرباء أو غاز أو غيرها. هناك تلفيات بالفعل في المرافق ولكن سيتم يعني البناء في ذلك عقب الانتهاء من أعمال التنظيف والتطهير. تم السيطرة أيضا على حريق كان نشب اليوم وامتد إلى سور حديقة الحيوان وامتد أيضا إلى كابلات الكهرباء ومحطات الكهرباء، وتم السيطرة عليه والتمكن منه حتى لا تتسع دائرة الحريق وتمتد إلى مناطق أخرى. أيضا ما زالت المحاور المرورية مغلقة من ميدان الدقي ومن ناحية المانيال من عند كوبري الجامعة ومن جامعة القاهرة ومن بين السرايات، ما زالت المحاور هذه المرورية مغلقة تماما وذلك لحين الانتهاء من تطهير المكان وفتحه مرة أخرى لحركة السيارات والمواطنين. شكرا جزيلا لك، كل الشكر محمد عاطف، مفدنا إلى ميدان النهضة. وننتقل مشاهدينا